نظمت وزارة تنمية المجتمع عصر يوم السبت جلسة عصف ذهني بعنوان مرسى استشراف 14/17، وذلك تزامنا مع يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر الجاري. وشارك فيها الأطفال بأعمار بين 14 و17 سنة. في إطار تدريب الأطفال على كيفية طرح الأفكار الابتكارية، نظمت وزارة تنمية المجتمع جلسة عصف ذهني للأطفال بهدف تشجيعهم على بناء الشخصية القيادية فيما يتعلق بالقضايا التي يعيشونها يوميا ويفكرون فيها وتلمس ميولهم. ففي هذه الفعالية في مرسى استكشاف 14/17 نعمل على معرفة فكر الفئة العمرية في من هذا السن في مستقبل دولة الإمارات، بحيث يتم توزيع هذه الفئة العمرية على أكثر من 4 محاور أساسية. أحد أهم المحاور الأساسية اللي اشتغلنا عليها اليوم هي محور كيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وتجنب مخاطرها كذلك. جلسة العصف الذهني ترأسها عدد من الأطفال المبتكرين والمخترعين والمتفوقين دراسيا في الدولة، حيث قاموا بإدارة محاور الجلسة بشكل فاعل فيما تنوعت عناوينها ما بين الطريق إلى النبوغ والمدن الصديقة للطفل والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للطفل. هي ضمن أنشطة الوزارة وفعالياتها في موضوع الابتكار، وطبعا هذا ضمن التجهيزات لشهر الابتكار اللي بيكون في فبراير 2018. تستهدف الأطفال مثل ما قلنا بين 14 و17 سنة ضمن محاور مختلفة. كما شملت محاور جلسة العصف الذهني إبراز دور الطفل في المجتمع وحماية حقوقه، فيما سيتم من خلالها الخروج بتوصيات ومخرجات والعمل على دراستها وتنفيذها بالشكل الأمثل، وذلك بالتعاون مع شركاء ذوي العلاقة بمجال العمل مع الأطفال، سواء كانت جهات اتحادية أو محلية أو خاصة. جلسة العصف الذهني تستهدف تشجيع الأطفال على الإبداع والابتكار والمشاركة بأفكار ومشاريع توظف لاستشراف مستقبلهم. لأخبار الدار، مجد السويدي، دبي.